هذا بطل من شاومي، 200 ميجا بكسل، هارمان كاردون 12 تي برو، واحد من الأجهزة الراقية بسعر جدا مناسبة. يوم راح أفتح لكم الصندوق أراويكم شنو المحتويات الموجودة داخل العلبة. العلبة كلش ثقيلة. هسا إذا أجينا أول بداية شنو هذا، من الجي نلقي إنه الموجود هنا الحافظة. لاحظوا هاي الحافظة جيلاتين تحافظي على الجهاز. خلي هذه كلها كتيبات، هذه كتيبات ودبوس. نجي للجهاز، شوف هذا هو الجهاز. ناشي مخلي لك 200 ميجا بكسل، طبعا جهاز راقب الكاميرا اكيد. وهنا جين 8 بلس جين 1، معالج سناب دراجون، و120 واط مفول هذا الجهاز مواصفات، و120 هرتز، وشاشه سوبر وشاشه اموليد. اذا فتحنا هذا الجهاز شوف اللون، اللون الطافي اي اي اي, اي. حلو حلو اللون، عاشت ايديكم يا شاومي. شوف هذا الجهاز، شوف تركيبة الالوان حقيقة فتشي حلو بالنسبة للجهاز. خلينا نشغله. هذا وصلة الشحن الموجودة من USB الى من USB Type C الى اي. وعدنا هنا 120 واط، يعني فتشي ثقيلة كلش ثقيلة، 120 واط. هذا بعد ما فعلناه، هذا ايش قد ذاكرته؟ ذاكرته 256 رام 8 جيجا، ايش قد سعره؟ 549 دولار. هذه ال 200 ميجا بكسل هنا، 200 كاتبين لك هنا 200 ميجا بكسل كاميرته. واحدة من الكاميرات تدعم الـ OIS والـ EIS، يعني تثبيت بصري حتى العزل الموجود بالجهاز. هذا بعد التجربة، شنو الأشياء اللي تحتاج اكتب ليها بالتعليقات. هذا جهاز مختلف بالكاميرا، مختلف بالمعالج، معالج 8 بلس جين 1، يعني أحدث معالج من سناب دراجون، ذاكرة مو قليلة 256 ورام 8 جيجا. هنا شنو الأشياء اللي تحتاجها انه أركز عليها بالمراجعة الكاملة، أكيد راح تذكر ليها. هذا أحدث نظام من الأندرويد نفس جهازي الشخصي، هذا أحدث نظام موجود. نعم إذا تجي جميع المواصفات هنا ذاكر لك، تقدر تضيف 3 جيجا، وهاي التخزين الداخلي والرام، فكل الأشياء الموجودة بهذا الجهاز. عندك هنا دو سبيكر، لأن هنا عندك هاي السماعة من الأعلى وسماعة من الأسفل دو سبيكر، وهنا عندك تقنية جدا ممتازة بالصوتيات، فبعد التجربة راح اشوف الصوت مالته نفس اللي عندي لو يختلف. هنا عندك اليو اس بي التايب سي، والجانب هنا فارغ، وهنا عندك فقط زر الباور وخفض ورفع صوت، وبصمته بالشاشة لان شاشته اموليد. واحد من الاجهزة الراقية اللي يقدم لك جميع المواصفات اللي تحتاجها ببالك، 120 واط، 200 ميجا بكسل، احدث معالج من سناب دراجون، تصميمه جدا مميز وأنيق. فشوفوا بالمراجعة الكاملة شنو الأشياء تحتاجوا ليها، ذكروها بالتعليقات إن شاء الله راح أرد عليكم. هذا واحد من أفضل الأجهزة حاليا بالسوق الفوق المتوسطة. في أمان الله.